عصابات تنتحل صفة رجال التعقيم لسرقة المنازل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. ظهرت في الآونة الأخيرة فرق متنقلة لأشخاص يعرضون خدمات التعقيم ضد فيروس كورونا على المواطنين، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات. وحذر مواطنون من استغلال عصابات إجرامية للجائحة لتنفيذ عمليات سرقة، وهو ما وقع مؤخرا في مدينة مارتيل. السلطات الأمنية في المدينة ما زالت تحقق في قضية غامضة استهدفت مالكة فندق تعرض لهجوم من طرف عصابة انتحلت صفة فرقة صحية لتعقيم البيوت قبل أن تنقض عليه وتحاول سرقة منزله. وذكرت مصادر أن الواقعة حدثت قبل شهر وأثارت استنفارا أمنيا في المدينة، ولم يتم فك خيوطها لحد الآن رغم الاستعانة بكاميرات المراقبة بسبب عدم وضوح ملامح أفراد العصابة الذين كانوا يرتدون كمامات وأغطية خاصة بالتعقيم. وأضافت أنهم طلبوا من مالك المنزل، وهو صاحب فندق بمارتيل، تعقيم منزله بغرض السرقة قبل أن يحاولوا خنقه، إلا أن استغاثة خادمته دفع بأفراد العصابة إلى الفرار بسرعة البرق. ونقلت ذات المصادر أن مالك المنزل أصيب بصدمة لم يتعافى منها حتى الآن نظرا لتقدمه في السن، فيما توفيت زوجته أياما فقط بعد الواقعة. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.